رئيس الأركان الإسرائيلي لبلينكين وزير الخارجية الأمريكي: لو سمعنا لجنرالاتكم سيكون عدد الضحايا أكبر في غزة، سيكون الوضع أكثر دموية. هذه الإهانة المزدوجة لسمعة الجيش الأمريكي ولطلب واشنطن هدنة، كشفت حسب الصينيين عن فقدان أمريكا لقيادة العالم في وقت ترى فيه الفيجارو الفرنسية أن ما قاله بايدن بشأن نزاع غزة سيؤثر في العالم لثمانية عقود قادمة وإلى نهاية القرن الحالي أمرا حاسما. يقول الحزب الشيوعي الصيني في تعليقه على هذه التطورات: هذا الرفض الإسرائيلي المطلق لدعوة أمريكا لهدنة يعكس فشل وخسارة الاستراتيجية الأمريكية للتساهل المفرط لواشنطن تجاه إسرائيل. فالرفض السريع لإسرائيل لدعوة بلينكين لهدنة إنسانية في غزة يكشف تراجع التأثير الأمريكي في الشرق الأوسط وفشل الحكامة العالمية لأمريكا، ويأتي كل ذلك فيما تطلق الولايات المتحدة الأمريكية مناورات في المتوسط، في البحر الأبيض المتوسط، قد تزيد من التوترات الحالية. نتنياهو رفض بعد دقائق ما اقترعه بلينكين بشأن الهدنة، لكن الطامة هو تعليق رئيس الأركان الإسرائيلي وهو يهين الجيش الأمريكي بأن جنرالاته أكثر دموية. الفقرة التي زعزعت أركان الأرض من الصين وإلى كندا. ورغم رفض إسرائيل طلبات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن أمريكا شرعت في تمرين لثلاثة أيام بحاملتي طائرات لأول مرة ب 11,000 جندي، وهي رسالة يقول توماس إيشي قائد الأسطول السادس لاحتواء أي عدوان وتعزيز الاستقرار. ويظهر أن أمريكا في حالة صعبة بفعل التأثير الحاسم للمكون اليهودي في السياسة الداخلية لأمريكا، وهو ما يجعل واشنطن من دون مبادئ في الشرق الأوسط، بما يؤكد أن إسرائيل تقود أمريكا. وهذا يكشف تراجع أمريكا عن احتواء السعودية مثلا في قضايا النفط والطاقة. وإشعال النيران في الشرق الأوسط وصل إلى صعوبات كما حدث في ميناء أوكلاند بعد منع سفينة موجهة لدعم إسرائيل لصعود متظاهرين إلى سطحها لمنعها من الإبحار. إن أمريكا اليوم كقوة عظمى منقسمة حول مساعدتها لدولة محددة وحليف يعيش حربا وجودية، تقول CNN. وفي وقت أضاف بلينكين تركيا إلى جولته، استدعت أنقرة سفيرها من تل أبيب، الشأن نفسه مع يندراس الأقرب إلى الولايات المتحدة الأمريكية في قارتها. وهذا يكشف مدى الفشل في واشنطن. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق الأوسطية. عندما يهين رئيس الأركان الإسرائيلي أمريكا، فهذا يعني أن هناك عدم سيطرة على إسرائيل. يقول الصينيون بأن كل خسارة أمريكا لقيادة العالم ناتج عن المكون اليهودي في السياسة الأمريكية، فهي التي شوهت صورة أمريكا وجعلتها أولا قوة عظمى من جهة، ولكن هذه القوة العظمى لا تستطيع أن تكون عادلة، ولا تستطيع في نفس الوقت أن تكون بوزن أخلاقي. المسألة الثانية أن هناك صعوبة لدى اليمين نفسه ولو الداعم لأمريكا، لأن أمريكا انقسمت من داخلها كقوة عظمى، فمن جهة أولى هي ضحية المعايير المزدوجة،
والمعايير المزدوجة فرضها وبشكل واضح اللوبي اليهودي وتأثيره القوي في السياسة الداخلية الأمريكية. وفي نفس الآن فإن أمريكا من الداخل منقسمة وفي الخارج من دون أدنى وزن أخلاقي. كل هذا يكشف أن لا نهاية لإسرائيل إلا بنهاية أمريكا، وقد يكون هذا المصير المشترك هو العنوان المركزي لجعل هذه الدولة دولة قد تكون عظمى ولكنها لا يجب أن تقود العالم. إن مجرد ألا تكون هذه الدولة منسجمة من الداخل وأن يكون هناك عزل للمكون اليهودي وتأثيره على السياسة الأمريكية ورفض الآخرين لمثل هذه التوجهات يكشف بما لا يدع مجالا للشك أننا أمام صعوبات انتقلت الآن لأول مرة إلى الجيوش. الخطورة ليس في السياسات ووجود متظاهرين ووصول المتظاهرين في أوكلاند إلى سطح سفينة موجهة إلى إسرائيل لدعمها، أي أن هناك عرقلة نقل السلاح إلى إسرائيل، أي أن هذا الانقسام الداخلي حول نقل السلاح إلى إسرائيل يكشف من جهة أخرى أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن لم يسمع لها أحد في تل أبيب أيضا لم يسمع لها أحد في عمان وفي أنقرة أيضا، إذن هي قوة لا يستطيع أحد إلا محاولة استعادة نشاطها العسكري انطلاقا من حضور حاملتي الطائرات وبمناورات من 11,000 جندي. فهل 11,000 جندي هذه وهذه المناورات ولثلاثة أيام كل هذا من أجل محاولة استعادة الاحتواء؟ الاحتواء في نظر الصينيين فشل من موضوع الطاقة وقضية البترول عموما أو المسألة البترولية مع السعودية، وانتهت اليوم مع الجيش الأمريكي في إسرائيل. وفي كل الأحوال فالذي رفض في الرياض يرفض أيضا في تل أبيب، والقوة التي لا تستطيع أن تتحكم في ثمن برميل النفط لن تتحكم في جيش إسرائيل. إذن هذه الأزمة الحقيقية اليوم لعقيدة الاحتواء ناتجة عن المعايير المزدوجة، لأن السعودية أساساً بدأت من نفس النقطة، لا شيء أمني إلا بإقليم عادل، يعني أن تكون أموره مستقرة. اليوم يكتشف الجميع أن الإقليم ليس له قدرة على استعادة الاستقرار، هذه المرة ليس عن طريق حلول عادلة إنما عبر الاستقرار وتعزيزه ومنع التصعيد. التصعيد اليوم تقوده إسرائيل عبر رفض هدنة اقترحها الأمريكيون، وهكذا فإسرائيل الآن عسكريا وعبر جيشها تتمرد على أمريكا. إذن هناك تمرد سياسي في السعودية، تمرد عسكري على الولايات المتحدة الأمريكية، والكل يرى أن المناورات التي تحدث الآن في البحر الأبيض المتوسط لن يكون لها تأثير ولو بأي درجة لسبب واحد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تضغط على أي شيء. إذن هي قوة ولكن من دون فعالية على الأرض، لا عن طريق أساسة السعوديين ولا عن طريق الجنود الإسرائيليين. بمعنى آخر أن الاحتواء في نظر الصينيين أمر منتهي لهذه القوة، وأن الحكامة التي يجب أن تتميز بها كل قوة عظمى وأن تكون حاسمة وأن لا تكون منقسمة وأن تكون عادلة، فأساس كل هذا أن هناك تأثير لمكون
جعل انعكاسا على قوة أمريكا، فتحاول إسرائيل أن تجر أمريكا إلى أن تكون قوة عادية، لأن إسرائيل ترى أن إدارتها للوضع في الشرق الأوسط إدارة عادية. إن تحويل هذه القوة العظمى إلى حسابات قوة عادية في منطقة متوترة، هذا يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم قوتها فقرارها ليس لها. وهذا معناه أن القوة العظمى يجب أن تكون أولا بثقل أخلاقي، بثقل جيوسياسي، برؤية متكاملة ومتوازنة ولها خصوصية إلى أبعد حد. اليوم القوة العظمى تفشل بعد أن ينتقد الإسرائيليون الجيش الأمريكي ويجعلونه أكثر دموية، وبعد أن حولوا كل ما يتعلق بمستقبل إسرائيل إلى ربط مصير أمريكا في العالم وفي قيادة العالم بإسرائيل، وهذا ليس من الطبيعي أن يكون عاديا. على إسرائيل أن تلتزم بقواعد اللعبة كما تسطرها القوة العظمى الأمريكية وليس العكس. إن إدارة مثل ذلك سيؤدي إلى كارثة أمريكية بامتياز، خصوصا وأن أمريكا اليوم تقول أن إدارتها وإتقانها وتعاملها مع مشكلة الشرق الأوسط والشرق الأوسط والتحكم في الشرق الأوسط هو وحده الذي سيعطيها مصير 80 سنة القادمة، ليس فقط لإسرائيل كي تعيش، وإنما لأمريكا كي تسود، كي تسود العالم. وهكذا فالوضعية اليوم وضعية متشابكة وخطرة للغاية. وأخطر من هذا كله أن الجيش الإسرائيلي يهين أمريكا، وأمريكا وحدها هي الضامنة لهذا الجيش. إن مثل هذه الوضعية هي التي تدفع الصين إلى القول أن أمريكا خسرت قيادة العالم. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.